ممكن اقول حاجه يا استاذ ربنا عشان بس الناس احيانا تفتكر انا يعني تصوري لو انت جيت قلت ايه اصل احنا في الشارع بتاعنا مفيش تطور حصل او مثلا في القريه بتاعتنا ما حصلش حاجه. ايوه انا مش بسالك على قريتك. هو بيبص على الزاويه اللي هو ما انا متفاهم طبعا. ممكن تقول لي انا شخصيا ما سمعتش حاجه. ممكن يقول لك كده انا شخصيا زي ما انا مرتبي هو بالعكس الارصاد ارتفع. ايوه بس انت البلد حصل فيها ايه يعني. هي الموضوع هنا مش سؤال شخصي ليك انت يعني. هو حقك انك تقول يعني عايز تكتب اي حاجه اكتبها. بس انا بقول ايه التوجه العام بتاعت النوعيه دي من الاسئله. انت شايف البلد رايحه فين؟ مش انت بقى على المستوى الشخصي انت وضعك. لان في واحد تاني مستواه تحسن او ظروفه تعب. وبعدين هي بتبقى بس عارف يا معتز كل يعني برضو هو مش مصادر على اراء حضراتكم لكن اي مشروع بيحصل اي شغل بيحصل البلد بشكل او باخر على المدى البعيد او المدى القصير هيصب في صالح المجموع. صح. ان البلد لما تنهض وتقف على رجليها المناخ هيتحسن الاستثمار دخلنا مستوى المعيشه نفسه حتى بنشتكي من الاسعار لما الناس الدخل هتزيد هيقدر ان هو يشتري الحاجه اللي موجوده بسعر عالي ومرتفع النهارده. صحيح. هو عندنا في حاجه كده في الاقتصاد السياسي للتنميه بيقول لك ايه هي بتبقى عامله زي ما تكون قطر. ايوه في عربيه الاولانيه بتوصل الاول وبعدين الثالثه والرابعه والخامسه. فانت لو في العربيه السابعه وتقول القطر ما اتحركش يقول لك لا هو اتحرك دورك جاي. انت يعني انت جاي هتوصل يعني. فان شاء الله خير لبلدنا واحنا منتظرين تعليقات حضراتكم. وزي ما قلت لحضراتكم قولوا اللي انتوا عايزينه. احنا في الاخر خالص عايزين نعرف وجهه نظر حضراتكم وفي النهايه النقاش العام بيكون مفيد لصانع القرار ومفيد كمان لينا احنا على كراي عام عشان نعرف الناس بتفكر ازاي.